وصلت على الحدود المكسيكية الأمريكية وهيك دخلت إيدي، إيدي صارت في أمريكا وأنا لساتني في المكسيك. هيجوم خلص الحدود. السلام عليكم حبايبي، أنا الآن في مدينة تيخوانا على الحدود المكسيكية الأمريكية، وهي آخر مدينة بتحد أمريكا من جهة المكسيك، واليوم رح نوصل لآخر نقطة حدودية بين المكسيك وأمريكا، ورح نشوف كيف عمليات التهريب بتصير من المكسيك لأمريكا، ورح أفرجيكم كمان كيف نعبر الحدود من المكسيك لأمريكا. على فكرة يعني كثير ناس بحكوا لي إنه إذا أنت في المكسيك وفي مدينة تيخوانا بالتحديد في لك فرصة كبيرة إنك تعبر لأمريكا وتقدم لجوء. طبعاً هذا الحكي مش مننا ولا بوثقه، هذا الحكي موجود من ناس هنا وعايشين هنا حسب ظروفك أنت وحسب القضية اللي أنت بتقدمها للجوء تطرحها، هل يا ترى بوافقوا عليها وما بوافقوا عليها، البلد اللي أنت جاي منها فيها حرب ما فيها حرب، يعني كل قضية ولها ظروفها. في الشاب الأفغاني عبد الوهاب اللي كان معي في الفيديو اللي قبل هيك في تيخوانا راح يأخذني اليوم في مواصلات من تيخوانا للحدود. موجود مواصلات بتكلفك تقريبا $1 للمواصلات. $1 نعم $1 ما شاء الله. ها ما شاء الله بس $1 يعني اقل حتى اقل من رخيص اقل من $1 رخيص. ايوه وصلت على الحدود المكسيكية الأمريكية في آخر نقطة حدود بين المكسيك وأمريكا في تيخوانا. من المنطقة هاي يا أخوان بتصير أكبر عمليات التهريب وأغلبها بتصير لأنها كونها في مدينتين قراب على بعض وما في بيناتهم غير فصل حدودي، فهون بيستغلوا النقطة المهربين انهم بس يخلوا الشخص يعبر الحدود على طول بيختفي بين البيوت اللي موجودة في امريكا، واذا وصل امريكا واختفى بين البيوت خلاص ما راح يقدر يرجعوه او يقدر يمسكوه. يا اخوان الفاصل بين المكسيك وامريكا بس خط الحدود هذا بس الحاجز، يعني اذا انت سباح شاطر بتقدر تروح من هون سباحة. خلينا افرجيكم واحد قاعد في الجهة الامريكية، هون شايفين الشاب اللي قاعد هناك قاعد في الجهة الأمريكية. يعني هو التحدي الكبير بس الحاجز هذا، انت مجرد ما عبرت الحاجز هذا راح تكون في أمريكا. خليك معي في الفيديو هذا، إن شاء الله اليوم راح نعبر الحدود المكسيكية الأمريكية وندخل أمريكا. يا حبيبي لو أنه هذا الحاجز بين أمريكا ودولة عربية زمان خلعوه. هاي العائلة شكلها عبر الحدود بطريقة غير قانونية لأنهم هم هسه بين الحد الأمريكي والحد المكسيكي. هيجوهم خلص الحدود رجعوهم. أصلاً مسكوهم برجعوهم. هاي حرس الحدود وقفهم. زومن. لكن زومن. أول ما يمسكوهم بأخذوهم على مركز حرس الحدود لحد ما يحققوا معهم كيف وصلوا لأمريكا، وبعدين برجعوهم على المكسيك أو على الدولة اللي إجوا منها. I don't like this حدود. Why you don't like it? Because it separates a lot of families. Shaitan. Shaitan. You know, there are a lot of people there, they cannot meet their family, you know? Yeah? Yeah, because of this border, you know? Why?
Because some people they deport and they got the family over there and voila, voila, there are a lot of mashakas. Ask him, how is the people crossing the border? Hey, hermano, ¿cómo la gente pasa de otro lado de aquí? He said he don't know. So the border control, they will be in the other side, right? Uh-huh. So in the middle, nothing. I don't think so, yeah, nothing. But there is no border patrol in the Mexican side, no? No. They don't care. They don't give a shit, no? ما في حرس حدود موجود على الجهة المكسيكية بس حرس الحدود موجود على الجهة الأمريكية. A lot of families from Guatemala, from Ecuador, from Honduras, they come here and then from here they cross the border. And then when they cross the border, mm-hmm. then they surrender themselves to the immigration. But and not only that, there is a lot of Moroccan, Pakistani, Indian, Afghani, they also cross here from here too. Yeah? They also cross here from here too. Yeah. So even from Morocco, they come here? Yeah, Russia, Ukraine. Okay. All parts of the world, Turkish. Wow, mashallah. Yeah. They all cross from here, you know. I mean, not like particularly from here, but different parts of this different border. Parts. People spend so much money, they put their lives on risks just to get to this place where we are right now, just to get to this place. So from there, so they can cross the border from here. It's more easy for people from Morocco and other countries to go to America from there, from Tijuana. What about Syria? I haven't seen anybody from Syria over here, no. I mean, refugees, they get approved very easily and very fast. And America, the American immigration, U.S. immigration, when they know, once they know that you are a refugee and you are coming from a war country, they give you visa. I mean, they give you entry very easily and very fast. Right now, the only people who are going to America very fast and they get approved very fast is Syrians, Afghanis and Ukrainians. So if you are from any war country and if you have a problem going on in your country and you come and tell the US government, I mean the immigration, that you know you have a problem going on in your country and your life is under the threat back home, so in that case they will give you entry. But you know, I would recommend all the immigrants to come to America on a business visa, student visa, or a tourist visa, because if you come to America as a refugee, then your life will be like a prisoner, because there are so many restrictions on you. You know, if you travel from state to state, you have to notify your lawyer or your sponsor. So there are a lot of complications. You have to wait in line, and it all depends. Some people, they get their green card very fast, and some people, they don't get their green card till many years. So it all depends. It all depends on the immigration, you know. And US immigration is very slow. They're very unpredictable. And they take a lot of time over small cases, over small things. Yeah, they can still come, but they're gonna live as a refugee in America, and they're gonna have to, they will, if they come as a refugee in America, of course, they can live, they can work, but then they cannot go back to their country and visit their families or their friends. Until they get a green card. Until they get the green card, yes. Or the right document. Yeah, if they get the green card, then, and who knows how long they will take to give you the green card. But well, for now, if your life is under the threat and you think that you will die in your country, then it's a good time to come to America, because right now America is giving entry to, especially to the refugees.
not other people. But right now, it's for some reason, they are not keeping people for too long in their cells, in their immigration prison. And then in cells, you know, after they take your fingerprints and after they investigate you, then they take you to cells and you have to wait in cells. And Allah knows, God knows how long they take you over there. Some people, they get out of the cells in 2 months, some come out of 3 months. It all depends. There's no certain time where it's all up to the immigration. They are the one who will decide what to do with you. Give you the permission to enter their country or reject your application. And they can even send you back to where you came from or they can deport you. So it's always a good idea to have your safe side. So that's why I'm saying all the immigrants who want to come to America, who want to go to America, go. It's good. It's a land of opportunities. But be prepared. Prepare yourself. You know, have some money. The best thing is always be prepared before going to US. Be prepared. Know their laws and research about them. And always have your safe side. Always have your documents. اليوم يا اخوان طلعنا الحدود المكسيكية الامريكية ورح نعبر الحدود مع بعض مشي. وهنا يا اخوان وصلنا الحدود المكسيكية الامريكية وهي اخر نقطة حدودية بين المكسيك وامريكا. هاي يا اخوان مدينة تهوانا المكسيكية بتنتهي حدودها هون وبعدين منلف وهذا الجسر بوديك على مدينة سانتياغو في امريكا. هذول الاثنين اخر مكسيكيين بنشوفهم على الطريق. وانا رياس شايفين هذا الجسر يا اخوان، هذا اللي بوصلك من مدينة تهوانا في المكسيك لمدينة سانتياغو في امريكا. يا اخوان في قصص بسمعها لما جيت على المنطقة هاي، يعني قصص ما بتصدقها. في ناس بيمشوا تقريبا حوالي 3000 كيلو، يعني لمدة 6 شهور هم بس يمشوا من دولة ثانية لحتى يوصلوا النقطة هاي. يعني في ناس بيجوا من الهندوراس، من غواتيمالا لحتى يوصل النقطة هاي عشان يعبروا الحدود تهريب. طبعا اغلبهم بيمسكوا وبترجعوا على المكسيك او بترجعوا على الدولة اللي هم اللي اجوا منها. والحظ مرات بيلعب دور كبير انك تعبر الحدود المكسيكية الامريكية، بس برضه فيها مخاطرة كثير، لانه اكثر المهربين يعني بيحاولوا يستغلوا الناس ياخذوا فلوسهم وما بوصلوهم للنقطة او بتركوهم في الصحراء بدون مية وبدون أكل. عبور الحدود يا أخوان بحطك أمام 4 خيارات. الخيار اللي هو للأضعف إنك يعني تطلع بتنفذ بريشك زي ما بقولوها وتدخل أمريكا، والخيار الثاني إنه تمسك ويرجعوك على المكسيك أو يرجعوك على الدولة اللي أنت جيت منها، والخيار الثالث يا أخوان إنهم يطخوك، لأنهم يعني مصرح لهم انهم يطخوا اي واحد او يطلقوا النار على اي واحد بعبر الحدود حسب الحالات. والخيار الرابع يا اخوان انك تموت من العطش او الجوع او من الوحوش اللي بتكون في المنطقه اللي انت بتعبر منها حسب المنطقه اللي انت بتعبر منها. طبعا في المنطقه هاي كان في مخيمات بس هسه لغوهم ومنعوهم يخيموا في المنطقه هاي. اخر منظر ممكن تشوفه للمكسيك. عبور الحدود يا اخوان من جهه امريكا للمكسيك سهل جدا، حتى ما بتمر على الجوازات الأمريكية، بس بتدخل دغري على الجوازات المكسيكية وبختموا لك الجواز وبتضلك داخل. هاي يا اخوان شايفين علم أمريكا، من هون بتبلش الحدود الأمريكية. شوفوا قديش يا اخوان في سيارات، يا ربي عفوك، والله بجوز لو اروح على طيران احسن لي. والله تجربة عبور الحدود المكسيكية الأمريكية والله تجربة مريرة يا اخوان. المشكلة يا اخوان طلع قديش عدد الناس اللي بعبروا الحدود مشي، يا ربي عفوك. هاي من هناك ببلشوا مدوا تحت الجسر، يا حبيبي وين اخر الطابور هذا؟ والله مو مبين اخر الطابور. لسه هذا كمان شارع وهذا كمان هناك شارع ثاني. هاي يا اخوان وقفت على الطابور العادي لحتى تشوف كم بياخذ وقت. الساعة هسه تقريبا 12 وربع، بحدي في صفين، صف رايح وصف راجع. هذا نفس الطابور اللي انا فيه، يعني نازل لتحت ولافف
رد راجع طالع لفوق وبعدين لافف من فوق رد نازل لتحت كمان. هاي وصلنا تقريبا نص الطابور إلا حوالي تقريبا 43 دقيقة، عشان كمان اليوم الأحد ما في ناس كثير بعبروا، بس في الأيام العادية كونه في ناس كثير بيشتغلوا في سانتياغو برجعوا على تيخوانا، تقريبا الطابور بقول لك تقعد عليه 6 ساعات، 6 ساعات وانت واقف بس بتستنى لحد ما تعبر الحدود. هذا الخط شايفين الناس هذول جايين من أمريكا داخلين على المكسيك. الدخول من أمريكا زي ما حكيت ما بيستهلك يعني غير 5 دقائق، بتوقف بس على الجوازات وبختموا لك الجواز وبتضلك داخل. المشكلة الدخول على أمريكا لأنه في تفتيش وفي تحقيق وليش داخل وشو اللي جابك لهون من الكلام هذا. تخيل يا حبيبي توقف لحالك في الطابور هذا وما معك بطارية في التليفون، يعني راح ينشف ريقك لحد ما توصل هناك. من النقطة هاي اللي عبرناها بوقفوك وبسألوك إذا معك فيزا، بشوفوا جواز سفرك. راح أطفي الكاميرا، ما راح أقدر أصور لأنه ممنوع التصوير عشان الـ security reason، عشان الأسباب الأمنية. وهيك يا أخوان عبرنا الحدود، بس الآن إحنا في مدينة سانتياغو في أمريكا. أخذ تقريبا حوالي 1.5 ساعة لحد ما عبرنا الحدود، يعني مش وقت الكبير. هون نهاية سكر الحديد في مدينة سانتياغو في أمريكا. هذا مدخل اللي بدخلك على المكسيك، وهذا المخرج اللي بخرجك من المكسيك وبدخلك على أمريكا. هذا القطار اللي بدخلك على مدينة سانتياغو. أنا الآن في نص مدينة سانتياغو الأمريكية. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، وبتمنى منكم كمان اللي ما اشترك في القناة ينزل ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس، لأنه في كتير مغامرات راح نروحها مع بعض إن شاء الله، ونشوفكم في فيديو ثاني. سلام.